قصة حقيقية ووقعت بالضبط في المكسيك. انتقمت منهم واحد بواحد، وحتى الطريقة باش انتقمت بها ما يمكنش، داكشي بحال ديال الأفلام. بزاف فينا كيعجبو يتفرج بأفلام أمريكانية، وخصوصا أفلام الأكشن واللي كتكون مبنية على قصص واعرة. ومن بين هاد الأفلام كاينين الأفلام ديال الانتقام، وهاد النوع ديال الأفلام كتكون نايدة فيهم ديال بالصح، كتبقى حال عينك في الفيلم حتى كيسالي. ومن هاد الأفلام ديال الانتقام كان واحد الفيلم خدا واحد الشهرة كبيرة في العالم كامل، سميتو تايكن، ديال الممثل المشهور ليام نيسن. القصة ديال الفيلم باختصار غيكون البطل ديال الفيلم كان خدام شحال هادي عميل سري، وكان جاسوس في الاستخبارات الأمريكية، وهذا الشيء بالضبط اللي خلى مرته تطلق منه حيت ما كانتش كتعجبها الخدمة دياله، كانت ما كترتاحش ليها. ولكن كانت عندهم واحد البنت تقريبا عندها شي 17 عام، وكانت كتعيش داك الساعة مع ماماها وراجل ماماها اللي كان لاباس عليه واللي كان ما كيديهاش فيها. هاد البنت كانت حتى هي ما كتبغيش الخدمة ديال باباها، وكانت كتجيها خايبة بزاف، كانت كتجيها فيها العنف، واخا هو كان خدام لصالح الحكومة الأمريكية. المهم الأب ديالها اللي هو بطل الفيلم كان كيخاف على بنته بزاف، بكثرة من داكشي اللي شاف وداكشي اللي دوز، ولا كيبان ليه العالم كامل فيه بزاف ديال المجرمين، هادشي اللي خلاه يخاف على بنته بزاف، وكان مزيرها شوية، وهادشي بالضبط ما كانش عاجبها في الحقيقة. حتى لواحد النهار بغات تسافر مع صحاباتها لباريس، وبزز باش خدات الإذن ديال باباها باش يخليها تسافر، ولكن البلان اللي وقع هو أن البنت من اللي مشات لباريس خطفاتها شي عصابة تمايا، وهنا فين غيبدا الفيلم معلم، وهنا فين هاد الأب اللي كان خدام في الاستخبارات غيسافر لباريس وغيمشي يقلب على بنته، الصراحة غيكرفصهم ديال بالصح، غينتقم منهم واحد بواحد. مهم نايضة شلاضة مزيان، ميمكنش نعود لكم القصة ديال الفيلم كامل على حسب الوقت، غادي نخلي لكم السمية ديالو في صندوق الوصف اللي بغيت تفرج فيه. مزيان، دابا حيد عليه الأفلام واعطيني قصة حقيقية. سمعتوا القصة ديال الفيلم اللي عودت لكم، واش غتشيقوني اللي قلت لكم واحد المرأة عادية، واحد المرأة يعني أم عادية، ما خدامة لا في استخبارات لا في بوليس لا والو، يعني أم بحالها بحال جميع الأمهات، انتقمت من أخطر عصابة كاينة في المكسيك وشدات أكثر من 10 المجرمين. بلاتي بلاتي هادشي راه ماشي قصة خيالية ولا شي فيلم، هادي قصة حقيقية وقعت في أرض الواقع، وبالضبط وقعت في المكسيك. كانت واحد العصابة في المكسيك دايرة الرعب في الناس، كلشي كان كيخاف منها، كانوا كيخافوا غير من السمية ديال هاد العصابة بكثرة الجرائم اللي دايرين، كانوا ديما كيخطفوا شي واحد وكيطلبوا الفلوس مقابل الحرية ديالو، وعاد زيد جرائم القتل اللي كانوا كيديروا بدم بارد، وكانوا دابحين أكثر من 72 مهاجر، يعني هاد العصابة كانوا دايرين ما بغاو، كانوا طاغين، لدرجة أن حتى البوليس ديال المكسيك كانوا كيتقاتلوا باش يشدوا هاد العصابة، ولكن والو عمرهم وصلوا لشي واحد. وفي هذيك الوقيته نيت كانت عايشه واحد العائله بخير هانين مرتاحين، ما عندهم حتى شي مشكل في حياتهم، حتى غادي تبدل لهم حياتهم للأسوأ. وفي 23 يناير كانت غدا واحد البنت للخدمه ديالها، هذيك البنت سميتها كارين، غدا للخدمه ديالها بالطوموبيل، حتى وقفوا عليها جوج شاحنات من الجنب، غينزلوا منهم بزاف د الرجال مسلحين، غيخرجوا البنت من الطوموبيل، غيخطفوها وغادي يهربوا، غيدوا البنت لواحد البلاصه مخربه، غادي يسدوا لها عينيها وفمها وغيكتفوها وغادي يلوحوها في الارض، وهنا غادي يعيطوا لعائله كارين وبالضبط لماماها اللي هي السيده مريام رودريغيز، غيقولوا لها في التليفون باللي الا ما جبتيش الفلوس غادي نقتلوا لك بنتك. غتبقى السيده رودريغيز كتبكي وكتطلف فيهم، كتقول لهم غير ما تاديوهاش، نجيب لكم شحال ما بغيتو ديال الفلوس غير ما تاديوهاش. وبالفعل اتفقوا على واحد المبلغ مالي اللي غادي ديه لهم السيده رودريغيز لواحد البلاصه هي هذيك. من بعد ما جات العصابه وخذوا هذوك الفلوس ما ردوش ليها بنتها كارين، عاودوا عيطوا لها في التليفون وقالوا لها بغينا فلوس اخرين. وهنا السيده رودريغيز كان ما عندها ما دير، مشات تسلفات فلوس بزاف من لابونك باش ديهم للعصابه، ومن بعد عاوتاني ما اتفقوا على واحد البلاصه فين دير لهم الفلوس، خذوا الفلوس وما رجعوش ليها بنتها كارين. بكل بساطة كانوا غير كيتفلاو عليها. السيدة رودريغيز ما خلاش فين مشات، مشات عند كاع البوليس ولكن والو، البوليس ما قدروا يوصلوا لحتى شي واحد حيت كانوا عارفين باللي هذيك العصابة اللي خطفات بنتها هي هذيك العصابة الخطيرة وصعيب بزاف يلقاوها. وهنا السيدة رودريغيز فقدت الأمل وحسات باللي بنتها غتكون ميتة دابا. وبالفعل من بعد أيام قليلة لقاو الجثة ديال بنتها في واحد البلاصة، وفي هذيك اللحظة قررت مريم رودريغيز باش تنتقم لبنتها
من اخطر عصابه كاينه في المكسيك، مع العلم ان هاد الام ما كانت خدامه لا في استخبارات لا في بوليس لا حتى شي حاجه، يعني ما عندهاش اصلا واحد الخبره ديال تهز السلاح وداك الشيء. ولكن احساس الامومه هو اللي خلاها تولي فرقه المباحث متكونه من مره واحده، وقالت باللي غتنتقم من هاد العصابه واحد بواحد، وما كيهمش اصلا شنو غادي يوقع ليا، واخا يقتلوني ماشي مشكل، المهم غنتقم لبنتي. قطعت شعرها وصبغاته وتنكرات في هيئه موظفه استطلاع وموظفه صحيه ومسؤوله انتخابات، وهذا الشيء كامل باش تعرف الاسماء ديال اصحاب العصابه. تفكرات السيده رودريغيز ملي كانت كدوي في التليفون مع هذاك اللي خطف ليها بنتها، سمعت شي واحد في التليفون عيط ليه بسميه ساما واللي هي سميته، وبقات عاقله على هذه السميه وهي باش بدات البحث ديالها على العصابه. كانت واحد النهار كتقلب في فيسبوك على هذه السميه ديال ساما، وهو يخرج ليها واحد الحساب ديال واحد الراجل، وهنا حسات واحد الاحساس قال لها باللي هذا الراجل هو اللي كان في العصابه، هو اللي كان داوي معها في التليفون. بدات كتقلب في التصاور ديالو باش تحاول تعرف البلاصه فين ساكن، حتى لقات واحد التصويره مصور مع واحد المراه خدامه في واحد المحل ديال الايس كريم، وفي هذيك اللحظه هزات طوموبيلتها ومشات ديريكت لهذاك المحل ديال الايس كريم اللي بعيد تقريبا من دارها بشي جوج سوايع. بقات واقفه حدا داك المحل وحاضيه هذيك المراه اللي خدامه فيه، بقات حاضيه لمده ديال اسبوعين، حتى اكتشفت باللي هذيك المراه هي الزوجه ديال صامة. تبعتهم حتى للدار فين ساكنين ودارت علامه على الدار، وهنا كان خاصها تيقن واش هذاك صامة هو الراجل اللي دو معاه في التليفون، يعني هو اللي خطف ليها بنتها ولا لا. قطعت شعرها وصبغاته بالحمر ولبسات واحد اللبسه حكوميه كانت عندها ديال وزاره الصحه، وتماك دارت واحد الاستطلاع وهمي على الحي فين كان ساكن، وخدات كاع المعلومات والتفاصيل على صامة واللي بالفعل صدق هو الراجل اللي كان مع العصابه، يعني هو الراجل اللي كان داوي معاه في التليفون. خدات كاع الادله وداتهم للبوليس باش يشدوه، وتماك البوليس تصدموا من هذوك الملفات اللي جابت ليهم واللي كتبت باللي هو المجرم، تصدموا من الخدمه اللي دارت والتفاصيل اللي جابت ليهم، وهكا مشاو عنده للدار واعتقلوه. ولكن السيده رودريغيز ما حبساتش هنا، كملات الانتقام ديالها، كانت كتجبد التصاور ديالو وكتبقى تقلب على صحابو اللي مصورين معاه باش تحاول تعرف صحابو اللي كانوا مشاركين معاه في هذيك العمليه ديال الاختطاف. وبالفعل من بعد بزاف ديال التقلاب لقات المجرم الثاني واللي بقات تابعاه مده طويله حتى تاكدت باللي هو المجرم اللي كان معاهم في العصابه. كانت كتقلب عليه حتى هو في فيسبوك، وكانت كتستجوب حتى دوك المجرمين اللي كانوا خدامين معاه، كتمشي عندهم للحبس وكتبقى تستجوبهم وكيعطيوها معلومات عليه، لدرجه بعض المرات كتنكر وكتمشي عند العائله ديالو والاقارب ديالو باش تاخذ من عندهم المعلومات. حتى لواحد النهار واحد المراه من عائلته غتعطي لمريم البلاصه فين ولا خدام، قالت لي راه ولا خدام في واحد البلاصه ولا كيبيع الورد، وتماك مريم غتهز فردي غديرو في الصاك ديالها، غتلبس واحد الكبوط وواحد القبعه وغتمشي ديريكت للبلاصه اللي عطاتها المراه. من بعد ما غتوصل لهذيك البلاصه وغتبقى تقلب عليه غادي تلقاه، غتلقاه داك النهار ما كانش كيبيع الورد، كان كيبيع النظارات الشمسيه. غتبدا غادو كتقرب ليه، غادو كتقرب ليه اكثر وهو ما كيشوفهاش، ولكن واحد اللحظه غيهز راسو غتبان ليه مريم غادي يهرب. غتبعو مريم واخا عندها 56 عام، وفي الاخر غادي تشدو وغادي تجبد عليه السلاح، وغتهدو بالسلاح الا تحركتي غادي نتيري فيك، غادي يبقى في الارض لمده ديال جوج سوايع عاد غادي يجيو البوليس وغادي يعتقلوه. دازو ليام وليام وبقات مريم كتقلب على المجرمين الاخرين بنفس الطريقه، حتى لقات المجرم الثالث واللي ولا خدام في الكنيسه، وكيف العمليات الاولين اللي دارت دات كاع الادله اللي جمعات للبوليس، وفي البلاصه جاو شدوه ودوه. ولكن عائله المجرم تصدموا ما فهموا والو، كان كيصحاب ليهم باهم باللي واحد الراجل ظريف وصالح، وهما ما عارفينش باللي باهم واحد المجرم كان مع واحد العصابه خطيره. بقاو كيطلبوا فيها باش تسمح ليه، ولكن مريم جاوباتهم بواحد الجمله وقالت ليهم فين كانت الشفقه ديالو والرحمه ملي كانوا كيقتلوا في بنتي. وبقات مريم رودريغيز على هذه الخطه وشدات 10 المجرمين، 10 المجرمين اللي قتلوا بنتها. الصراحه انا شخصيا صدمتني بزاف الشجاعه ديال هاد الام، وهذا الشيء بالضبط خلى بزاف العصابات في المكسيك يخافوا يخطفوا شي واحد ويطرى لهم داك الشيء اللي طرى لهذيك العصابه، لدرجه انهم ما بقاوش خايفين من البوليس، ولاو خايفين منها هي. وفي مارس 2017 كانت هذه هي اخر عمليه غديرها مريم رودريغيز. كانت متبعه واحد البنت باقا شابه واللي كانت حتى هي مع العصابه اللي قتلوا بنتها. هذه البنت الشابه كانت خدامه مربيه عند واحد العائله، وكانت مريم حاضيه النهار كامل بالطوموبيله ديالها، كانت واقفه قدام الدار
نهار كامل وبالليل كتنعس في الطوموبيل، يعني 24 ساعه على 24 ما كتحركش. حتى لواحد النهار غتكون خارجه البنت وغتبعها مريم، وغير بالصدفه غتدور البنت غتلقى مريم تابعاها غادي تهرب. غتبغي تبعها مريم ولكن غطيح وغتشرس في رجليها، ولكن واخا هكاك جبدات التليفون وعيطات للبوليس وجاو شدوا هذيك البنت في البلاصه واعتقلوها، وغتكون هذه هي اخر عمليه دارتها. حيتاش البلان الخايب في هذه القصه واللي الصراحه غيصدمكم، فداك النهار ملي كانت راجعه مريم رودريغيز للدار خرجت من الطوموبيله ديالها وغادا كتعكس بهذوك العكاكس حيت كانت تهرسات، وهي غادا للدار ديالها غتوقف واحد الطوموبيل وغينزلوا منها رجال مسلحين واللي كانوا يلا هربوا من الحبس ديك الساعه، وتماك غيتيروا في مريم 13 مره 13 طلقه رصاصيه. وبالضبط داك النهار كان هو عيد الام، وهكا غتكون ماتت وسالات الحياه ديال هاد الام العظيمه. هاد الخبر غيكون بحال الصدمه بالنسبه لكاع الناس ديال ديك المدينه، حيت ولاو كيعتبروها رمز القوه ولات عندها واحد القيمه كبيره عندهم. كلشي مشى للجنازه ديالها وحزن عليها لدرجه ان المدينه دارت لوحه برونزيه في الساحه المركزيه تكريم ليها. كانت هذه هي القصه ديال الام الخارقه مريم رودريغيز. كتبوا لي في لي كومونتير واش كنتي حتى انت تقدر دير نفس هادشي اللي دارت مريم على الام ديالك، وتكون حتى انت بنفس الشجاعه اللي كانت في مريم. ما تنساش تشتركوا في القناه وتخليوا لايك للحلقه. كان معكم امين. تهلاو.